السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء سادتي الموالين والمحبين ومشاهدي قناة المهدي الفضائية. ستكون لنا تغطية خاصة من كربلاء المقدسة لنقل مراسيم العزاء والمواساة في شهر محرم الحرام، فابقوا معنا. سمعت بحروفك لهيب طفوفك قبل ما اشوفك نحت لمصابك دليلي هاي يا محمد يا زاير، انا بزوار ابو السجاد انا بيهم. ايش تعني لك هالخدمه؟ شيء عظيم، لو ما هاي الخدمه كان ما لنا شرف، احنا ما لنا شرف من هاي الخدمه العظيمه. خدمة الحسين تعني له هواية، قدام الإمام الحسين تعني له هواية. من إحنا صغار فكينا عنا بخدمة الإمام الحسين مشرف بالزارين. لو ما خدمة الإمام الحسين أنا لا شيء. افتخر بهاي خدمة الإمام الحسين وزوار الحسين طول عمري. أشرف بيهم. تنيا كل شيء بحياتي أعز من أمي وأبوي يعلمون أمي وأبوي أنا أعطي للزوار. زين، صار لك زين تخدم بهذا الموقف؟ من كنت صغير. من 2013 كان عمري 3 سنوات، كان بابا ابوي يجيبني وهسه كبرنا وقمنا نجي. الله رزقنا بخدمة الحسين. انا من الطفولة يعني اخدم امام الحسين. تتشرف بهاي الخدمة؟ اي. شنو تطلب من الامام الحسين؟ شنو عندك فد امنية عند الامام الحسين؟ شافيني عندي مرض. براءة زغري وثرافة عمري دمعتي التجري لك عذرية. سمعت الناعي وجيتك ساعي يا أحس أضلاعي لك محنية. حرت بظنوني وتغير لوني لو انسق لوني على عشق قلبي. البصر ما شافك لمس تلطافك واحس بوصافك صور قدسية. كأن العشق أوحى للفؤادي بني قم وارتدي ثوب الحدادي. فأمسى بين أحشائي نداك حسين وحسين وحسين. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين وحسين وحسين وحسين. يا أبا عبد الله صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين. وجئت اليوم زحفا كي أراك حسين وحسين وحسين. سمعت بحروفك لهيب طفوفك قبل ما اشوفك. رسالتنا من قناة الإمام المهدي إلى الإمام المنتظر، نبقى خدام إلى الإمام الحسين. رسالتنا من قناة الإمام المهدي إلى الإمام المهدي، نبقى خدام. رسالتنا من قناة المهدي إلى الإمام الحجة، نبقى خدام للحسين. وصلنا إلى ختام هذه التغطية من مدينة كربلاء المقدسة. ولسان حال الخدمة يقول: يهل جنازتي لحسين ودوها أمانة وعلى القمر عباس طشوها لفون بعلم بريحة الخدمة حتى من اختنق بالحفرة اشتمة. وكتبوا على النعش خادم لابو اليمة ودموعي على الشباك طشوها. انتظرونا في تغطيات أخرى ومواكب أخرى من كربلاء الحسين، فانتظرونا.